بالضبط بالضبط، أعتقد هذا ما سيحدث. إذا رأينا فعلا محاولات جدية إما لإرسال طائرات، مع أنني أستبعد ذلك، ولكن هناك كما قلت أصوات متزايدة في خاص بما فيها في الكونغرس الأمريكي الذين يريدوا إرسال طائرات أو فرض، حتى بالبعض لا يزال يعتقد ربما لأغراض دعائية أو لربما عن لأن ليس لديهم دراية كافية وبما يجري وبما هو موجود هنا في هذه المناطق. ولكن أعتقد فعلا ستكون هناك محاولات لإرسال المزيد من الأسلحة، وخاصة الأسلحة القادرة على توجيه ضربات إلى المدرعات الدبابات الروسية، إلى طائرات الحوامات، طائرات الهليكوبتر، إلى الطائرات الروسية. ولكن هذا حتى إذا جرت محاولة حقيقية لإرسال مثل هذه الأسلحة، فإنه أيضا الروس لديهم قدرات، لديهم استخبارات ولديهم معلومات، فهم قادرون أيضا على توجيه ضربات قاسية لأي محاولات لإرسال هذه الأسلحة إلى داخل أوكرانيا. ولكن هنا تكمن الخطورة الحقيقية، وهي أنه إذا حدثت ضربات حتى الآن، وهذه الضربات وصلت إلى الحدود، إلى داخل حدود الدول التي تأتي منها عبرها هذه الأسلحة، مثل بولندا أو رومانيا أو غيرها، أو حتى بعض جمهوريات البلطيق، فإن هذا قد يؤدي إلى المزيد من الضغط على حلف شمال الأطلسي لفعل شيء ما. وهذا يعني هل سيكون الحلف مستعد للدخول في مواجهة عسكرية مع روسيا حول أوكرانيا؟ حتى الآن لا زلت شخصيا على الأقل رأيي المتواضع هو أنني أستبعد ذلك، ولكن إذا حدثت فعلا ضربات أو كان فيها قتل فيها جنود أو قتل فيها مدنيين، عدد كبير من المدنيين، حتى ولو كانت عن طريق الخطأ، فإن هذه ستزيد من الضغوط على الدول الغربية وخاصة على الولايات المتحدة للقيام بعمل بتقديم دعم أكبر. وهذا الأمر هو الذي يهدد ربما الوصول أو التصعيد الذي قد يصل. بعض الخبراء النوويين يقولون أن احتمالات حدوث حرب نووية قد تصل إلى 40%. طبعا هذا يعني آخر شيء يجب التفكير به، ولكن إذا وصلت المسألة إلى هذه المرحلة فاحتمالات حدوث حرب نووية لن ينجو منها أحد بالنهاية. ولذلك أعتقد أننا قد نبدأ برؤية إعادة تفكير من بعض الأطراف. بدأنا نسمع بعض الليونة في المواقف الأوكرانية عندما بدأ الرئيس الأوكراني وبعض مساعديه يتحدثوا عن فكرة تحييد، أنهم مستعدين للقبول بتحييد ألمانيا وأوكرانيا وعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي. لو فعلوا ذلك قبل الأسابيع الأخيرة، ربما العالم وهم أوكرانيا تفادت ما نرى هذه الحرب التي نراها الآن. هناك أيضا ليونة روسية إلى حد ما. قبل فترة كنا نسمع كانت هناك مطالبات من الرئيس زيلينسكي إلى الرئيس الروسي بأنه يرغب في الاجتماع به، طلب من عدة زعماء دوليين التوسط مع الرئيس الروسي للالتقاء به، ولكن الرئيس الروسي لم يكن يظهر أي رغبة في ذلك. ولكن يبدو الآن بأن الرئيس الروسي قد يقول بأنه مستعد للقاء زيلينسكي، ولكن فقط ليس للتفاوض بل للتوقيع على التفاهمات التي توسط تكون الوفود الأوكرانية والروسية قد توصلت إليها.